مرة تقريبا اقل من 90 يوم، اقل من 3 شهور، يعني نقول 84 يوم تقريبا على صدور الامر بحفر قناة السويس الجديد. احنا بنقول ان احنا خطتنا في اعمال الحفر فيما يختص بالحفر على الناشف، مخططين ان احنا ننفذ كل الكميات اللي مطلوبة مننا في 6 شهور للأسبقية الأولى. الأسبقية الأولى بكرر تاني اللي هي قناة الاتصال، قناة السويس الجديدة الرئيسية اللي هم 35 كيلو والأربع قنوات اتصال بإجمالي تقريبا أطولهم حوالي 39 كيلو، دول فيهم حوالي 180 مليون متر مكعب أعمال حفر، مفروض ان احنا نخلصهم في 6 شهور. احنا النهاردة ما عداش 3 شهور وعاملين لحد النهاردة 85 مليون متر مكعب اعمال حفر على الناشف، وبعد بكرة بكتيره هنكون في حدود 90 مليون اللي هم تقريبا 50% من كمية الحفر على الناشف.